وإقام الصلاة، إقام الصلاة هذا الركن الثاني. والمقصود بالصلاة الصلوات المكتوبة، وقد فرضها الله في البداية 50 صلاة في ليلة المعراج، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وربه، والرب ينقص عنه العدد ويبقي الأجر، حتى قال له: هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فلا فرض من الصلاة إلا هذه 5. وما يذكره بعض الفقهاء وما روي عن بعض السلف من وجوب الوتر ومن وجوب 2 ركعتي الطواف وغير ذلك، هذا لا يمكن أن يعتمد. فالفرائض من الصلاة هي 5 المكتوبات، وما سواها ليس كذلك. ولهذا سيأتينا قريبا في حديث ضمام بن ثعلبة أنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فكل ما سوى 5 هو من التطوعات النوافل، والخمس هي الركن. وهنا لم يقل أداء الصلاة، قال إقام الصلاة. وإقام الصلاة هذا في الأصل مصدر فيه تاء هي تاء العوض، لأن أصلها إقوام الصلاة، فاجتمع فيها ألفان، لأن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، فيلتقي ألفان ولا يمكن النطق بهما، فلا بد من حذف أحدهما، فيحذف أحدهما وتعوض منه التاء فيقال إقامة الصلاة. لكن إذا أضيفت إلى الصلاة جاز حذف التاء، وذلك في حال الإضافة فقط، فيقال إقام الصلاة بدل إقامتها. وإقامتها أداؤها كما شرعت، فيشمل ذلك معرفة أحكامها وتعلمها، ثم بعد ذلك أداءها على وفق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ذلك الحفاظ على وقتها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، من صلى البردين دخل الجنة. ومثل ذلك الحفاظ على وقت المناجاة فيها، كثير من الناس يستطيلها ويطول عليه الوقت الذي شرفه الله به. أشرف أوقاتك أقربها إلى الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالمفروض أن تكون هذه الصلاة قرة عينك من الدنيا، وأن تكون أحب شيء إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. فهذا هو إقامتها، ما سوى ذلك من النقر والاستعجال وخروج من الوقت وعدم الإتقان وعدم معرفة الأحكام وعدم أدائها على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها عليه، كله ليس من إقامتها.